السيسي يستقبل المستشار النمساوي في زيارة رسمية لبحث قضايا المنطقة. النمسا ترفض طلب رومانيا تحديد جدول زمني واضح لإنهاء حصار الشنغن. المستشار يؤكد أهمية دور غانا في تعزيز التعاون الأمني والعسكري. غرفة الزراعة النمساوية ترفض بيع الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية. النمسا العليا تمنح 398 شخصاً بطاقة رود فايس رود. شركة الطرق السريعة أسفنك تتوقع رفع رسومها العام المقبل. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. استقبل اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستشار النمساوي كارل نيهاما في قصر الاتحادية في زيارة رسمية. وأعرب السيسي عن سعادته بالعلاقات القوية والمستقرة بين البلدين التي تمتد 150 عاما، حيث بحث الطرفان الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسد النهضة والهجرة. وأوضح نيهاما أن زيارته تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة. وتلقى الرئيس السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا. كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من. أكد وزير الداخلية النمساوي كارنر رفض طلب رومانيا لتحديد جدول زمني واضح لإنهاء الحصار بسبب فشل نظام شنغن. وأشار كارنر إلى حملة رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى منطقة شنغن وأن النظام يعمل بشكل سيء، وأعرب الوزير عن رغبته في ضمان عمل النظام بشكل أفضل وتعزيز حماية الحدود الخارجية لأوروبا. فيما عبر وزير الداخلية الروماني لوسيان بودي عن أمله في تحرير عملية الانضمام إلى شنغن، ووقع الطرفان خطة عمل مشتركة لمكافحة الهجرة غير المشروعة. Minister, lieber Lucian Bode, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem abschließenden Pressegespräch. Stimate domnule ministru, stimați invitați, permiteți la rândul meu să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă vorbi astăzi la această. قال المستشار النمساوي نيهاما إن زيارته لغانا تأتي لتعزيز التعاون الجيد بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية. وأضاف أن غانا تعد دولة ديمقراطية مستقرة ومركزا هاما في إفريقيا، وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود النمسا لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ومكافحة الهجرة، فيما يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي. رفضت غرفة الزراعة النمساوية بيع الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية للاتحاد الأوروبي بسبب تخوفها من انخفاض الأسعار. وطالبت الغرفة بتحديد قواعد وصول الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأخرى خارج الاتحاد، محذرة من تشوهات السوق بسبب واردات الحبوب منخفضة الأسعار من أوكرانيا. وذكرت الغرفة بأننا بدأنا نشعر بفوضى السوق وتراجع الأسعار، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتأكد من عدم بيع الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية.
أعلنت مقاطعة النمسا العليا عن منح 398 شخصا بطاقة الإقامة النمساوية رود فيس رود في الربع الأول من هذا العام، ويعتبر هذا العدد ضعف البطاقات الموافق عليها في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تلقى المهنيون من البوسنة والهرسك 117 بطاقة، ومنحت للفنيين ورجال الأعمال والطهاه والحرفيين والعاملين في المهن الصحية، كما تم منح العمال من الهند وروسيا وكوسوفو وبريطانيا وإيرلندا، وكذلك من مقدونيا وإيران وتركيا. Entscheidender Punkt, glaube ich, ist im Moment, dass die Zahl der offenen Stellen auf einem Rekordniveau ist. Wir haben 124.000 gemeldete offene Stellen in Österreich, so hoch wie noch nie. Wir wissen, dass aber nur ein Teil aller offenen Stellen gemeldet wird, 40-50%. Man kann sich also ausrechnen, wie viele offene Stellen verfügbar sind. Und auch ein zweiter entscheidender Punkt, wir werden in den nächsten Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung, der Alterung der Gesellschaft noch eine stärkere Knappheit am Arbeitsmarkt, gerade bei Fachkräften, erleben. توقعت شركة الطرق السريعة أسفناك المملوكة للدولة رفع رسومها بنسبة 8.6 في عام 2024. وأعلنت الشركة عن تحقيق فائض مالي بقيمة 851 مليون يورو العام الماضي، وتخفيض الديون ب 293 مليون يورو، واستثمار 1.1 مليار يورو في شبكة الطرق. وأكدت الشركة أن حركة السيارات شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، فيما تتوقع أسفناك انخفاضاً بنسبة 2% في حركة المرور الكثيفة هذا العام. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.